مأساة ذوي الإعاقة مأساة كبيرة، لا تنحصر بحلقة واحدة أو برنامج. نعم. تحتاج عدة حلقات. بصراحة مظلومية هذه الشريحة مظلومية كبيرة تتعلق بالقوانين التي المختصة بهم، وكذلك تتعلق بالجهات التنفيذية وحجم الأموال التي تخصص لهم. بصراحة شريحة ذوي الإعاقة شريحة منكوبة بمعنى الكلمة. نعم. وقوانين الدولة تميز بين معوق وآخر، وأكثر مظلومية شريحة المعوقين المدنيين، هؤلاء الذين ظلموا ويعاملون معاملة العاطل عن العمل، ولم تمنح لهم خصوصية ولم يمنح لهم راتب. وين تشوف الغبن أبو أحمد؟ وين تشوف الغبن بالضبط؟ الغبن حاليا اصلا هو بالقوانين. يعني قانون 38 تقصد؟ نعم، قانون 38 هذا. نعم. القانون العجيب الذي شمل ذوي الإعاقة بإعانة وخول هيئة الحماية الاجتماعية بصرف هذه الإعانة، اي ليس القانون نفسه او الهيئة هي من تصرف هذه الإعانة. يعني ابو احمد انت تقول انه طالب بتعديل القانون، لو شنو اللي برايك المفروض يصير؟ المفروض اللي يصير تكون عدالة بين ذوي الإعاقة. حاليا القوانين تصنف ذوي الإعاقة وتعاملهم معاملات مختلفة حسب سبب العوق، وهذه مخالفة. المفروض يعامل المعاقين حسب نسبة العجز، أينما يكون نسبة العجز تكون جي. متساوية جي. يكون الجميع متساوين بالحقوق. الآن هناك قانون مختلف، المدنيين قانون ذوي الإعاقة، الإخوان ضحايا الإرهاب لديهم قانون محترم وهم يستحقون، ويعطيهم امتيازات مالية محترمة ورواتب جيدة وامتيازات أخرى، إلا أن المعوق المدني ظلم مظلومية كبيرة، وكذلك الهيئة. نعم. الهيئة الجهة التنفيذية، هذه الهيئة فاشلة بائسة مع الأسف، ولا وغير